السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم حبايبي. النهارده هنعمل وصله الكمامه. النهارده هنبدا مع بعض درس جديد مع وصله الكمامه. عايزه اوريكم نوع الخيط اللي انا استخدمته. انا استخدمت هيمالايا بيبي لوكس وابره رقم 3، واشتغلت معاكم وهشتغل النهارده معاكم بشكلين مختلفين، فممكن تلاقوني ببدل الخيط، ما تشغلوش بالكم يعني. تمام، اول حاجه هنعملها هنشتغل 24 سلسلة. تمام، يبقى احنا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نشتغل 24 سلسلة. طبعا الرقم 24 دوت ممكن نغيره، لو اطفال ممكن نصغره شوية، لو حد عايز مقاس اكبر ممكن نكبره شوية. المهم في الاخر ان هو يكون مريح بالنسبة لنا، ان انت تعلقي فيه كمامة، او ان في ناس بتحب تلبس النضارة عليه فوق الطرحة عشان ما يبقاش مضايقهم تحت الطرحة يعني. كده عملنا 24 سلسلة. هنبدأ ناخد 3 سلاسل ارتفاع، يبقى عندنا كم سلسلة؟ 27 سلسلة. 3 سلاسل ارتفاع دول بتوع العمود بلفة، احنا مش هنحسبهم، احنا هندخل في الغرزة اللي بعدهم. تمام، يعني يبقى نخش في الغرزة الرابعة ونبدأ ناخد لفة ونشتغل عمود بلفة. هنشتغل في اول غرزة تزايد، يعني هنشتغل في الغرزة الاولية دي غرزتين في حلقة واحدة، في سلسلة واحدة. تمام، وطبيعي معنا 3 سلاسل، يعني احنا كده معتبرين ان احنا اشتغلنا 3 عواميد في غرزة واحدة. الدايرة زي ما انتم شايفين وسعت معنا شوية السلسلة، بس ما تهتموش ابدا، هي هتلم مع الشغل بقية السلاسل، ان الخيط بيشد بعضه اساسا يعني. تمام كده، هنبدأ بقى نشتغل عواميد من كل سلسلة فيها عمود لحد آخر المجموعة. يبقى هيكون فاضل معنا كام؟ احنا اشتغلنا واحدة في واحدة، تلاتة يعني السلسلة ارتفاع واتنين، هنشتغل 22 عمود وبعدين نرجع لكم. تمام، دلوقتي خلصت 22 عمود، والعمود الاولاني فيه 3 غرزتين تزايد، يعني 3 غرز. فاضل معانا اخر غرزة، اخر غرزة هنشتغل فيها 6 عواميد، يعني هنشتغل في غرزة واحدة 6 عواميد. هيبدأ الشغل معانا يلف لوحده يدي نص دايرة. تمام، ادي واحد، اتنين، تلاتة. بصوا بقى يا حبيبي، من بعد الغرزة التالتة هتلاقوا ان الخيط بتاع طرف الشغل بقى معانا تحت الشغل، فاحنا هناخده واحنا ماشيين نشتغل فوق منه، كده احنا هنخفيه جوه الشغل. تمام، وادي سادس غرزة عمود بلفة، بس تمام شايفين شكلها، هي لوحدها لفت بقت نص دايره. هنبدا نشتغل الجنب التاني فوق كل عمود عمود، يعني كل سلسله فيها عمود بالطرف ده هنشتغل عليه عمود في الطرف التاني. تمام، وخدوا بالكم ان احنا بنخفي الخيط البدايه، بقيت فوق وسط الخيط البدايه بنخفي تحت الشغل، يعني بناخده معانا جوه الشغل. تمام، اهو حاول بقى تركزوا هنا عشان ما ننساش ولا غرزة، وتلاقي في الاخر في فتحة ونرجع نعيده. هنكمل بقى كده معانا 22 غرزة زي الجنب التاني بالظبط. هنشتغل 22 غرزة ونرجع لكم. كده انا خلصت 22 غرزة، بقى معايا كم غرزة؟ اولا الخيط البداية هنا لحد هنا خلاص كفاية علينا، كده هنقطعه بقى، نشده ونقطعه ماشي عشان ما يضايقناش في تقفيلة الشغل.
تمام. بعد كده بقى نشوف فاضل معانا كام غرزة. بصوا ادي غرزة هنشتغلها لسه مش في التزايد. كده انا عملت تزايد ثلاثي في الغرزة الاخيرة. يعني ايه تزايد ثلاثي؟ يعني عملت 3 غرز في نفس الغرز، نفس الغرزة اللي احنا اشتغلنا فيها الناحية التانية غرزتين تزايد. تمام. يعني اشتغلت كام تزايد؟ لا احنا كده غلطنا، احنا مناخدش لفة في التقفيل، بنسحب بندخل ابرة ونقفل بمنزلقة. تمام. بعدين نقفل الشغل كده، احنا كده خلصنا شغل الكروشيه. بصوا عشان الحته دي مش واضحه انا هعيدها لكم تاني دلوقتي حالا في بلون افتح شويه عشان حابه ان انتوا تاخدوا بالكم بس من تقفيله الشغل دي. بصوا احنا هنا وصلنا للغرزه 20. تمام. فاضل لنا غرزتين 21 و22. تمام. اشتغل 21 اشتغل 22 وبعدين نيجي في 23. شايفين حورها لحوضها. بص الغرزة، الغرزة دي اللي انا عاملة فيها التزايد اللي هي اول غرزة اصلا، هنشتغل فيها 3 غرز حشو، 3 غرز عمود بلفة. تمام. في نفس الغرزة، يبقى الغرزة دي في الاخر هيكون فيها كام غرزة؟ يبقى فيها 6 غرز زيها زي نص الدائرة اللي في الناحية التانية بالظبط. يبقى هي العمود فوق كل عمود فوق كل سلسلة فيها عمود من الجنبين، وفي نهاية وفي كل طرف في 6 غرز حشو، 6 غرز عمود بلفة. خلصنا كده 6، ندخل في سلسلة البداية الارتفاع ونقفل هوريكم برضو ازاي بننضف الشغل. بصوا هي في ناس بتسحب الغرزة بعد غرزة واحدة، بس انا بحب اسحبها اطول شوية عشان احس ان هي ثابتة، يعني مش ممكن تفك مني يعني. وفي الاخر بخفيها تحت الشغل، هوريكم دلوقتي بنخفيها ازاي. ده شكلها معانا كده، احنا خلصنا 2 بنفس الطريقة بنفس المقاس تقريبا. بصوا انا جبت ابرة تنظيف ولقطت الخيط من ورا، هقلب الشغل على ظهره شايفين، وابدأ اخفي طرف الخيط جوه الشغل. يعني مجرد ان انا ادخل جوه الشغل ما يبقاش الخيط باين، اروح وارجع 2 3 في اتجاهات مختلفة، بيثبت لي الشغل معايا، عمره ما بيفك ولا بيتقطع ولا بيظهر. خلاص احنا هثبته 2 3 وفي الاخر هقطع الطرف الزيادة. بس كده بنكون خلصنا شغلنا. دلوقتي بقى هوريكم هنعمل ايه. كده العينه بتاعتنا خلصت ونضفناها، مفيش فيها بواقي شغل ولا فيها اي ديفو، مظبوطه معانا تمام. دلوقتي بقى هنبدا نركب الزراير. انا اخترت الزرارين دول، يعني صراحه هم كان المتوفر عندي، يعني حاولت اجيب زرار على قد حجم الشغل وفي نفس الوقت يكون شكله ظريف يعني. فلقيت الزرارين دول فركبتهم بالشكل دوت، والمعينة الزرقاء برضو
مش الخشب، ممكن اغير فيهم يعني، مش عارفه صراحه لسه هجيب لهم لون ايه. كده احنا نكون خلصنا عينه الشغل بتاعت النهارده، واشتغلنا مع بعض ربط كمامه، واتمنى ان انتوا تشاركوني بارائكم وتوروني شغلكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.